السماوات بحثا عن دلائل على حياة ذكية. إذا وجدناها، هل نحن جاهزون للتواصل؟ حتى نستطيع رصد إشارات الراديو منذ أكثر من قرن بقليل فحسب. قد تكون الحضارات الفضائية ترسل إشارات الراديو إلى الأرض منذ ملايين ومليارات السنين. كان ليخطر حدث فعلا. وماذا لو بدونا لها كالنمل؟ نعرف جميعا كيف نعامل النمل. ماذا لو كانت الكائنات الفضائية أذكى؟ نحن عاجزين كليا. التواصل الأول بين الحضارات الأرضية، بشر الشرق والغرب، الشمال والجنوب، بسبب الإبادة الجماعية. شيء يدعى النهاية سعيدة. أعرف قصة تواصل أول واحدة، لكن الوقت مبكر لتعرف كيف ستنتهي. معجزة العالم العلمية والمعمارية هذه في الصين الجنوبية. إنه أكبر تلسكوب لاسلكي على الأرض. في الواقع إنه أكبر تلسكوب من أي نوع كان. التلسكوب اللاسلكي الكروي ذو البؤرة بقطر 500 متر أو فاست كما هو متعارف عليه. هذا طبق وجهاز تنصت عملاق لرصد موجات الراديو التي تنتشر عبر الكون. مهمة هذا التلسكوب هي الإجابة عن الأسئلة المجهولة المتعلقة بأصول الكون وبدايات تاريخه. سيبحث ايضا عن النجوم النابضه، تلك النجوم النترونيه السريعه الدوران، وعن علامات واضحه للامواج الثقاليه، تموجات في نسيج الزمكان. سيبحث عن علامات على وجود حضارات فضائيه وخاصه تلك البعيده. اريد ان اخذكم الى مكان حيث بدانا بالتنصت على شبكه اتصالات عالميه معقده. لم نعلم بوجودها حتى الاونه الاخيره، انها معقده لدرجه انها مجتمع تعداده السكاني هائل على نحو لا يصدق. هناك حيوانات صغيره قديمه اشبه بالزبابه، تقدمت بالعمر في اماكن لا تختلف كثيرا عن هذا. الغابات ربما كانت تعرف ما اكتشفناه نحن اخيرا. ان الحياه السريه لهذا المكان مليئه بالقصص وتضج بالاحاديث. معظمها بلغه كهروكيميائيه وتحدث على مستوى صغير وبحركه بطيئه جدا لان تلاحظها الكائنات التي هي مثلنا. لكن يحصل شيء اكثر منذ مده طويله وعلى مستوى عالمي.